رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء. إسأل الله راد، رح نبقى معكم لتمام الساعة 11:30 بتوقيت بيروت لنطرح مختلف المواضيع مع مجموعة من الضيوف من لبنان ومن العالم كمان. قبل ما نبلش محطتنا هيك بدي وجه تحية كتير كبيرة لزميلي بالتلفزيون، صرنا 14 سنة سوا، جوين عيمي. هابي بيرثداي عقبال المية سنة مدير الصوت. أنا بدي أقول لك يعطيك الصحة وتضل هيك مشرق وتضل بهالنفسية الحلوة بيناتنا. ينعاد عليك جوي من كل الأكيب العامل ومني شخصيا. أما هلأ المحطة الأولى رح تكون مع النائب الدكتور الأسيس إدغار طرابلسي اللي بيصرنا نكون سوا ولكن هالمرة عبر تطبيق زوم. صباح الخير لألك أسيس. صباح النور لألك للمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا فيك ومنقول مبروك يعني. إن شاء الله مبروك للجميع وإن شاء الله نشوف خروج من النفق. يا رب. نحن دائما بنقول انه مهما اتسعت دائره الظلام يبقى هنالك دائره من النور. ان شاء الله هالدائره من النور بتبلش هيك تترجم يوم بعد يوم يا اسيس. ان شاء الله باذن الله. يعني اول شيء بدي اشكرك على موضوعك لليوم يلي هو كيف في مجتمع من بعد عقبات ومن بعد صعوبات، كيف في الفرد من بعد عقبات وصعوبات عديده مدمره ربما احيانا بيقدر ينهض من اول وجديد. ولكن بدايه اسمح لي اول شيء وجه لك تحيه كثير كبيره على اللقاء الالكتروني يلي عملته الاسبوع الفائت، ويا ريت هيك بتعطينا لمحه عنه لنرجع ندخل بموضوعنا. أنا سعيد أرجع أحكي عن الموضوع يلي حضرني له عبر أسبوعين، وعملنا نهار الثلاثة المساء زوم ميتينج كتير كبير، وكنا عم نحكي عن التوجيه العلمي. وأنا بحب أني أشجع الأصدقاء المشاهدين خاصة الأهل يلي مهتمين بأولادهم ومستقبل أولادهم مثلك أنت بالحياة كنت عم بترافق أولادك باكر أنت يختاروا الاختصاص. فأنا بحب شجعهم أنه يفوتوا على الفيسبوك الشخصي تبعولي باسمي أنا ويحضروا هنن وولادهم يلي لازم ولاد من البروفي شبيبة من البروفي للترمينال حتى سنة أولى جامعة يحضروا المحاضرات القيمة يلي تقدم فيها إشياء عملية بتساعد في اكتشاف الموهبة والاختصاص بما فيه الهولند تيست يلي بيعطي نتيجة فورية ومجانا، كله مجانا، بيعطي نتيجه فوريه بيساعد الشبيبه يكتشفوا مواهبهم. وحكينا عن الاختصاصات الجديده اللي بتشغل، كثير بهمني انه شبيبتنا هلا يمكن بعد في لهلا ناس ما اختاروا اختصاص ولا جامعه، يا ريت يحضروا هالحلقه يمكن تساعدهم هالسنه يصوبوا مسارهم ياخذوا الاختصاص اللي بيشغل. انا بدي ارجع اقول مش مهم يلي انا بحبه بس، الاختصاص اللي بحبه لازم يكون بقدر له ولازم يشغلني، ثلاث أمور بحبه بقدر له بيشغلني، عكس هيدا كون عم بحرق أيامي وسنيني جهدي وأمالي. فرجاء لكل المشاهدين الأعزاء روحوا على الفيسبوك الشخصي تبعولي واحضروا الندوة السريعة الجيدة المفيدة. يحو عم يبين قدامنا على الشاشة فيسبوك إدغار طرابلسي، دكتور إدغار طرابلسي. طبعا مثل ما شفتوا أصدقائنا المشاهدين والمتابعين فيكم تفوتوا على هيدا الفيسبوك وأكيد تاخدوا معلومات، وصدقوني معلومات بتفيدكم جدا. وأنا عم بحكيكم عن تجربة شخصية، وأسيس إلك شكر مني دائم لأنه بس طرقت بابك دغري يعني لبيت ودغري فعلا ساعدت إليو إلين أنه يختاروا شو لازم يعملوا بالمستقبل، فإلك ألف شكر. الله يباركهم ويوفقهم. وبدي اقول من الحلقه الماضيه نهار السبت سحاب تليفوني مهدي من اهالي كثير مخلصين عم بفتشوا على مصلحه اولادهم ومستقبل اولادهم. شكرا لك. أسيس اليوم موضوعنا برايي انا بالغ الاهميه لانه عم نحكي بموضوع اني بيدخل على تفكير اي انسان باي مكان وزمان كان، خاصه اذا كان عايش بلبنان بهيدا الشيء اللي نحن كنا عايشينه ومش عارفين شو بدنا نسميه، صعوبات، عقبات، احباط، ما بعرف شو كنا عم نعيش، ان شاء الله ما نقول وما زلنا. بس سؤالي لحضرتك، هل في مجتمع من بعد عدد كثير كبير من الاحباطات؟ هل في انسان فرد بعد بعد هالمومعة يلي كان عايش فيها يقدر يرجع ينهض من أول وجديد ويخلق من الانكسار انتصار؟ بكل تأكيد نحن يلي وصلنا له منه آخر الدنيا، وبيصير حقبات طلوع ونزول بكل المجتمعات وبحياة الناس. أنا بدي شجع الأصدقاء المشاهدين خاصة اللي عم بيزيد
عندهم منسوب الفشل من البلد والألم والإحباط واليأس. أنا بدي أقول لهم نحن ممكن أنه نطلع ونكون بمرحلة أفضل. أهم شيء ما تفقد قوتك ومناعتك الداخلية الشخصية. إذا حكينا عن مجتمعات، شو منقول عن مجتمعات أوروبا المدمرة بالأمس القريب؟ يعني بنحكي حرب عالمية تانية، مش من زمان، من 70 سنة كانت مدمرة ألمانيا، كانت مدمرة. اليوم ألمانيا دولة أولى. إذا بنحكي عن اليابان يلي أكلت قذائف نووية، قنابل نووية كمان بالحرب العالمية الثانية، يلي شو اليوم وين؟ اليابان دولة عظيمة. إذا حكينا عن كوريا، حكينا عن فيتنام، حكينا عن هالدول اللي شهدت حروب طاحنة، نحن أيضا قادرين إنه نرجع نقلع. أعطيت أمثلة مثل دول أوروبا، حربين عالميتين أولى وثانية، اليابان قنبلة نووية، رجعوا قلعوا. نحن فينا نقلع، ولازم ما نفقد الأمل كمجتمع، ولازم نتكاتف ونوقف عملية جلد الذات والخبيط ببعضنا البعض والنكد والشتائم وخلق الأحباط، حتى نقدر نرجع نطلع. الله قادر أنه يعيننا، ونحن قادرين أيضا أنه ننطلق صعودا. أسيس، طيب إذا بدنا نحن ننزل إلى أرض الواقع يلي هلأ بيقول لك أوكي طيب تشكرت الحكومة، إيه وشو رح يصير؟ شو في بيصير شي جديد؟ شو في شي جديد؟ طوابير الظل رح تضل ماشية، لقمة الخبز رح تضل تعذب المواطن اللبناني ليحصل عليها، الهجرة ما زالت مستمرة، يعني أنا ما بدي أشوف سوداوية الأمور، بس أنا عم بنقول لك نبض الشارع. من ناحية تانية حضرتك قلت وأنا معك بهيدا القول إنه كمان ما فينا نضل نبكي على الأطلال ومنضل بدنا كمان بداية لنقدر نتابع ونستمر، لأن إذا عشنا بالحزن والإحباط ببطل فينا نتابع. لا أكيد. أنا بدي أقول شيء، أي شخص على مستوى صغير إذا تعرض لنكسة مهنية أو أي شيء، بيقعد بيروق بيفكر شو بعد عنده بين إيديه، رساميل أسيتس ولو صغيرة، بيرجع بيحط خطة وبيقول أنا بدي أتابع من هون، بدي أقوم وأنهض. نحن بعد عنا كتير أشياء بين إيدينا يلي فينا نقعد ونفكر وننهض. هلأ اليوم صار في حكومة، بنتمنى لهم كل التوفيق، هن مسؤولين عن القرار وهن مسؤولين عن رسم سياسات. وبعتقد ما بتستمر المشاهد يلي نحن سبق وشفناها، إذا استمرت لفترة قليلة وجيزة نتحمل، تحملنا الكثير قادرين نتحمل بعد القليل ونقوم ونشوف أيام أفضل قادمة. سبق وشفنا أشنع من هيك، أيام الحرب، أيام القتل، كان في شرور كتير كبيرة ورجعنا قلعنا. وهلأ من جديد نحن مش ليش بدنا نكون هالقد متشائمين؟ في ناس خلاص ما بقى قادرين يشوفوا أكتر من هيك، الله يكون بعونهم، ما بقدر أقول لهم شيء. ولكن قوة الحياة يلي بالإنسان المعطاة من الله، قوة الحياة يلي فينا بتخلينا مش إنه نكون عندنا رجاء يعني وهم، لا، عندنا رجاء يعني تأكيد بأنه نحن نقوم وننهض ونبني. نعم، أسيس يلي فقد الثقة بالذات للأسف، ويلي فقد قدراته العملية والفكرية، قدراته ككل، هيدا الشخص كيف بدنا نطلب منه إنه يتابع ويستمر؟ وكيف بدنا نقنعه إنه بالرغم من كل شيء مرقت فيه، مينيموم يعني مثل كأنه عم نقول له أنت فشلت بالامتحانات الرسمية، فشوف شو بدك تعمل؟ ونحن بنعرف هيدي قديش بتكون نكسة عند كل طالب. إذا هيدا الشيء أطبقني على كل فرد بالمجتمع، فقد الثقة بالنفس، فقد قدراته المادية والمعنوية، هيدا الإنسان كيف بدنا نقول له قوم وقف وتابع؟ الكلمة الأولى اللي قلتيها عن فقدان الثقة بالنفس هي الأخطر، وحكيتي عن أشخاص مثلا سقطوا بالامتحانات. أنا امبارح تفاجأت عم بسمع الأخبار من فترة قريبة، عدد الشباب والصبايا يلي انتحروا في مصر من جراء النتائج تبع الثانوية العامة، وهذا أمر خطير. إذا كان حدا فقد الثقة بالنفس بينشل، بيقعد بمحله ما بيقعد يقدر يحرق، بتروح كل قدراته، بيفقد طاقته. أنا بشكرك على السؤال، إياكم، أوعى نفقد الثقة بنفوسنا بأنه قادرين، وحتى نفقد الثقة بنعمة الله يلي بتقوينا، يلي نحن لازم نقول الله لم يعطينا روح الفشل،
نحن مش معطين من عند الله روح الفشل في داخلنا، الله أعطانا قوة في داخلنا. فلذلك خلينا ننتبه للناحية النفسية والسيكولوجية والروحية يلي نحن فيها، حتى ما نوقع بهالفشل يلي بكرسح وقتها، ما حدا بيقدر يعمل شيء لحدا. فأنا هيدي بحذر منها، خلينا ننتبه. لذلك لا نفشل، وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوم. هذا اللي أنا تعلمته بكتاب المقدس، بكتابنا. أنا مش لازم أفشل، أوكي بوقع بتفركش بقوم وبمشي. من بدايته الإنسان لما بيخلق بيتعلم المشي بيكون عم بيتفركش، ولكن ما بيوقف محله، بيستمر، بعدين يمكن بيصير بطل عداء قوي. نعم. أنا بدي أقول أوعى الفشل، خلينا ننتبه ما يتحكم منا الفشل من عقولنا ونفسياتنا. وقتها بيطربق عليه الواحد، بينزوي، بتصير كل الدنيا سودة مقابيله، ما حدا بيقدر يعمل له شيء، بيكون قتل حاله هو وحي. 100%. قسيس يلي فقد الثقة بالصداقة، يعني احنا بنعرف آخر فترة صرنا كلنا هاجمين على كلنا، حتى يمكن عند البعض الصداقة صارت ما بتعني لهم شيء، مجرد كلمة لا أكثر ولا أقل. يلي فقد الصداقة يلي كان بنيها من زمان وكان محملها كتير، ونحن بنعرف الصديق إنه عن جد بس يكون وقت الضيق وحلال المشاكل قد إيه بمدك بالتفاؤل وبالاستمرارية، هل ممكن يرجع ينتفض على الذات ويرجع يعمل صداقات جديدة ومغامرات جديدة ويرجع هيك يندمج بهالبوتقة الاجتماعية الصح التعبير؟ أحيانا الأصدقاء بيكونوا سبب لصعودنا ونهضتنا، بيوقفوا معنا، وأحيانا إذا هن صابوا انهيار معين أو تبدل في المزاج أو ما كانوا أصدقاء أصيلين نعم. بيصبحوا يا محلى الأعداء. فبيتفشل الإنسان، لأنه الصداقة هي رسمال، رسمال داعم التعاون والتعاضد، أو بالأحرى أنا بحب الكلمة التضامن. نعم. الإنسان التضامن الإنساني شيء من عند ربنا، الأصدقاء شيء من عند ربنا، المهم نعرف مين أصدقائنا. هلأ وصلنا لمرحلة فيها أنانية مفرطة وفيها تهشيم ببعضنا البعض، فهدول ما بيكونوا أصدقاء تنحكي الحقيقة. فلازم واحد دائما يكون حذر في موضوع اختيار الأصدقاء، ولكن أمر جميل التعاضد بين الأصدقاء كأنه تعاضد بين الإخوة. هذا رسمال، لو فقدنا رساميل عديدة، إذا هذا الرسمال موجود هذا بخلينا نستند أو نسند على بعضنا البعض ونقوم ونرجع ننطلق معا. وأنا بقول بهيدي الفترة هذا رسمال نحن موجود عندنا إياه بمجتمعنا، ما خسرني بالمطلق، يمكن خسرنا أشياء كثيرة، بس هذا بخلينا إنه نحن نتساند. وهيدي الفترة هي تنكتشف روعة الصداقة وروعة الأخوة الإنسانية بالتضامن ووقوفنا إلى جانب بعضنا البعض. هلأ بس بدي أقول بعد شغلي، في ناس لا يبتغون من الصداقة إلا الأخذ، أما العطاء ما بيعطوا. يعني كبينا هذه الصداقة من ميلة واحدة، أمر غير سليم. فالصديق بياخذ وبيعطي في قضية الدعم والمساندة، وهذا اللي لازم نحن دائما نفكر فيه. نعم أسيس، هذا السؤال بيقودني لسؤال جديد كمان خاصه بنواة المجتمع يلي هن الأسرة، يلي هي إذا بدك بالأخص الحياة الزوجية، لأنه احنا بنعرف كمان أنه أكثر من الأسر أصيبوا بفشل بالعلاقات الزوجية، هل هالبيوت يلي اتدمرت ممكن ترجع تنبنى من أول وجديد؟ إذا دمرت وخلصت وفلوا على البيت كل واحد فل بطريقه. هلا في، أنا عندي واحد صديقي رجع تجوز مرته عن جديد، اف فتهانينا لأ. ايه كانوا كان طلقوا وقعدوا كم سنه كل واحد بمين، رجعوا تجوزوا بعضهم عن جديد، وكانت قصه حلوه. بعدين العوده كانت قصه حلوه. فهل قبل ان نصل الى الفراق وبيكون صار في شيء من دمار في العلاقه القلبيه والثقه والاحترام، هل ممكن ترجع العلاقه تزهر من جديد؟ ممكن إذا كان كل واحد منهم اكتشف أخطائه، لأنهم بيكونوا عم بيحكوا عن أخطاء الشريك، ما بيكونوا عم يحكوا عن أخطاء. إذا عن كل واحد أخطائهم هن اكتشف 100%. تماما هو شو عامل. أنا لما بيجوا لعندي، بالحقيقة أنا أول بداية خدمتي هيك بعدني شاب وصغير، كان عندي صديق كبير
كبير جدا هلا انتقل عند ربنا القرشمان ريد تريفو النهرة، نعم قال لي بكره بيجوا بدهم يشكوا همهم عندك الزوج او الزوجه، دغري حط ببالك صمة 50%. يلكي شو ما عم بيحكوا، اول شيء قول نص على نص، بعد شوي بتكتشف انه هو غلطان اكثر من اللي عم بيتشك عليه. فبقى لازم يكتشف كل شخص اخطائه الشخصيه، لازم يعرف هو شو سبب بهذا الموضوع، يكون في امل انه هو يصلح، وبعدين يصير في تعاون جدي واعاده بناء الثقه وترميم الجسور والعلاقه الطيبه. نعم ممكن، الله بيكرم، وما بيكون في الا صوره جميله فيما بعد، بس بده يكون في الاصرار. المشكله انه هلا عم بيضيق نفس العالم، اذا انزعجوا من البلد بفلوا، اذا انزعجوا من بعضهم البعض بيطلوا، اذا نعم انزعجوا الشركاء من بعضهم البعض بيعملوا مشاكل. صح فبقى خلينا نكون عندنا الفكر البناء. المشكله وصلنا لمجتمع بليس كثير فاتك فيه، ما بقى في امكانيات لاي مصالح الناس، يعني صايره مثل قايين بيقتلوا بعضهم البعض. فهل هذا اللي بده اياه الانسان لحياته ام بده الافضل؟ أسيس، إذا هولي كلهم ممكن يتظبطوا بالحياة، شو حضرتك بتقول عن الانهيار الأخلاقي الحاصل على كل بقعة من بقاع السوشيال ميديا أو ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، شبكة التواصل الاجتماعي؟ يعني أول شيء إذا بدنا نتابع كله عبارات نابية، كله عفواً على التعبير مسبات لفلان ولفلايتين، تاني شيء في ناس اقترفوا أخلاقياً هالفترة كتير، يعني اللي قاموا فيه أخلاقياً ما بيمرق على راس إنسان. هولي هل ممكن يرجعوا إلى التقوى؟ هل ممكن السوشيال ميديا يلي هي يعني سيف ذو حدين، كيف بدهم يعرفوا إنه اللي عم بيقوموا فيه هيدا انحطاط أخلاقي كامل؟ يعني أنا في يقول أنا مش مع توجهات القسيس، بس ما في يسبه للقسيس. أنا في يقول طريقة كلامه للقسيس وطروحاته ومشاريعه ما بتعجبني، بس ما في يطلع سمعه كلام نابي للقسيس. يعني بدي ناقش معك هالنقطتين، أول شيء الانحدار الأخلاقي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويلي ارتكب نزوات خليني اسميها اخلاقيه هائله هالفتره، يعني ابتداء من التخزين على مختلف الجبهات وصولا ل هول، كيف بدهم يرجعوا يجددوا الايمان بالذات وبالله وبحالهم ويتابعوا بالحياه؟ هلا انا بامن برحمه الله بطال شر الاشرار، بس في منهم متعاهدين مع ابليس لدرجه انهم ما بيزبطوا، فمش دائما القصه جميله في خواتيمها. يعني انا ماني مآمن بالخطاب الديني التبسيطي انه يا بابا مثل حبه الاسبرين تعطيها بصح، هيدي ما بتش، يعني حبه الاسبرين ما بتشفي كل الامراض. فبقى في منهم ما راح يزبطوا نو ماتر وات شو ما عملتي لهم الا اذا ربنا افتقدهم. اما فيما يختص الموضوعين اللي قلتيهم، اذا السوشيال ميديا اذا واحد بيطلع عليها بيقول ما بعرف هيدي لعني ولا نعمي، وبالحقيقه بتحتاري مع العالم. يعني مثلا نحن انا اسبوعين عم بعلن عن الندوه اللي بدي اعملها لخير شبيبتنا، اذا بتعرفي كم واحد بيجوا بيتطاولوا بيكتبوا لك بوست، بيجوا لعندك، يعني بيجوا على شرفتك، هو نعم. بشرفته بيجوا على شرفتك تيشتمي، روحوا اعملوا كذا، روحوا اول شيء زبطوا كذا، دبروا لهم فيز للهجره. طيب انا بدي جاوب على دبروا لهم فيز للهجره، اذا بده يهاجر هالصبي او هالبنت ما بده يكون في بايده مهني حتى مطرح ما يروح يشتغل ويعيش عيشه كريمه، ما انا عم بسعى لخيره. فبتشوف انه مثلا واحد ما بيعجبه انتماء السياسي او موقعه، بس بده يشتم، حضره جنابك يا شتام يا قليل الادب، انت شو عامل بحياتك؟ فبقى اكيد هولي احلى شيء لقلهم البلوك، ويمكن احلى شيء واحد يفقعهم بهدله ويعمل لهم بلوك اثنين سوا، وما في اكثر منهم العالم يلي صايرين بيتجاسروا على الاخرين. حتى انا بقرا بوستات سياسيه ما بتعجبني، ما بجاوب ولا بعلق عليهم، صح ما صح بعلق عليهم نهائيا، صح ما بيعني لي امر، كل واحد يغني على ليلاه يصطفي. فبدنا اخلاق. هلا شو بنعمل اذا واحد سقط اخلاقيا وعنده تعثرات اخلاقيه ومفركش بخطايا مدمره للنفس، مدمره للسمعه، مدمره للقدرات، مدمره للعائله، مدمره للحياه؟ هيدا شو بيعمل؟ هيدا بده يعمل مثل ما عمل الابن الضال يلي قال ارجع الى ابي، اعترف بخطيتي، اقوم وارجع الى ابي. رجع واعترف
هيدا كان وصل لحالة الشقاء. مهم. الخطية بتفكري انه هي للتسلية، بس بالحقيقة هي مدمرة، مدمرة للنفس. فواحد بده يعترف انه اخطأ حتى يقدر يرجع. اما نعم اذا مفرعن وماشي وكذا ومهيبر، شو ما بيقدر يرجع، ما بيعرف حاله انه هو شقي وبائس وفقير واعمى وعريان، لحد ما يقدر يشعر بذل الخطية وانه هو ضرر نفسه، ما بيقدر يقول اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثمي، نعم اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثم خطيتي. فبقى بده الانسان تيتوب، يعرف حاله خاطئ والخطيه مزعجه لإله، مزعجه لربنا، ويطلب المسامحه ويعود. وقتها بيكون في بدايه جديده حتما بكل تاكيد. إذا بدنا نكون واقعيين يا أسيس، بدنا نحكي كمان عن من أصيب بحالته الصحية والنفسية. احنا بنعرف قد ما كان في تراكمات، عدد كتار من الناس ما كانوا يتعاطوا حبوب أعصاب، هيدا إذا لقيوا حبوب صحيح أعصاب صاروا ياخدوا حبوب أعصاب، صحتهم صارت بالأرض، لأنه صار في انهيار كلي نفسي وجسدي وعلى كافة الأصعدة. هل هولي ممكن نرجع نطلب منهم أن يبدأوا من جديد وأنه يفتحوا صفحة جديدة، وهل بالإمكان أنه يبلشوا من جديد؟ بكل تأكيد. في ناس متضايقة نفسيا، مش معناتها مريضة عصبيا، وهيدي بحاجة انه ترجع وتطلب المساندة، لانه احيانا كتير مش دور الدواء، المساندة من السبورت جروب يلي يكون جيد بيرجع بيعليها، وترجع لربنا وتنسى ما هو وراء وتتقدم الى ما هو قدام، وتقول أنا أقوم وأنهض وأتقدم. يقوم يلهي حاله بشيء. طبعا الإيمان له دور كتير كبير، الله له دور كتير كبير. أما اللي سألتيني إذا كان صار عم بياخد أدوية، الأدوية مش عيب. إذا واحد عنده بحص أو عنده سكري أو عنده مرض بالقلب وبياخد دواء، بيضل ياخده على طول، أو عنده يعني شيء حاجة الدواء بيرجلجه في نقص معين، هيدا لازم يشكر الله على الدواء ويضل ياخذ الدواء. وهون انا بدي اقول لمرضى الاعصاب، لانه شو بيصير عنده لما بيشوف حاله صار منيح، او بيجي حدا من هول الفلاسفه تبع الايمان وبيصير يقول له خلص انت اتكل على الله، كب الادويه بالزباله وقوم مشي. اوكي، بيخرب له حياته. انا بدي اشكر الله لاجل الدواء وضلني اخذ الدواء واشكر الله وانعم بحياتي. هلا اهم شيء هو النفسية تصير أفضل، وصير أنا مقتنع بأنه لازم حافظ على نفسيتي حتى أرجع أصير منتج. فلذلك هذا الإكليبر بغاية الأهمية، ما حدا يتهاون فيه. وهون أنا بدي أقول للأشخاص اللي عم يسمعونا مشورة أطباء صادقين وأصحاب ضمير وشاطرين بغاية الأهمية، لأنه أحياناً في أطباء مش شاطرين وبيلعبوا فينا، وفي مجتمع وطبابة شعبية خاطئة بتلعب فينا. فأنا بدي أتمنى على هالأشخاص ينتبهوا بأي خطوة بيقوموا فيها حتى ما ندهور حياتهم، نعم ولكن هن بيقدروا ينعموا بالفرح من جديد وبالقوة من جديد، وبيقدروا إنه تتجدد حياتهم بنشاط جديد. أوعى يرزحوا تحت الهم والغم يلي الإصابة النفسية بتجيبها. بس أسيس، في كتار للحقيقة وللصراحة حتى يعني فقدوا الإيمان بربهم، يعني حتى أي قدام صح. لما نسمع بيقولوا إنه طيب يا ربنا لو بتحبنا ليه عم تعمل فينا كل هيدا الشيء، يا ربنا ليه مشينا درب الجلجلة، طيب يا ربنا كون حدنا ليش تركنا. هول بنسمعهم كتير إنه يا ربي وينك، ليه تركنا، مش شايف شو عم بيصير. بصير إيه في تذمر، بصير في سلبية، بس مش لازم تكون بالاتجاه الغلط ضد ربنا. هو نحن منوصل حالنا اللي وصلنا له، او الظروف بتوصلنا، شو خص ربنا؟ فليش منهاجمه؟ هيدا مثل واحد بيروح عند الطبيب او الممرض وبيشتمه وهو بحاجه لإله، او بيأذيه كلاميا. فينتبهوا الناس يلي مارقين بهالحاله، هيدي المصالحه مع الله مفيده للذات الانسانيه، عداء الله غير مفيد. فربنا إله شخصي، إله طيب، إله محب،
في هذا الصباح بدي أجدد الرجاء بشخص ربنا، خففوا ملمات عن الله، خففوا ملمات عنه. إذا بس اطلعنا نحن كل واحد منا شو قاسي حاله وقديش ربنا كان رحوم معه، بالعكس هيدي لازم تشجعني ارجع لعند ربنا وأقول له قويني أنعم علي إله كل نعمي. فأنا ما بحب هذه اللغة، بسمعها بشوفها حوالي، بشوف ناس فاقدين الرجاء من كل شيء، قوموا وهربوا، وبصير بقضي العمر هربان وما بيستقر بمحل ولا بيعود بيختبر أي سلام. في هذا الصباح نحن بدنا نوجه الأنظار إلى رئيس السلام القادر إنه يعطي السلام، إلى إله السلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أسيس طيب، نحن دائما نحكي بلبنان عن التكافل والتضامن الاجتماعي، يمكن بنشوف حالنا انه والله نحن بعدنا مجتمع رغم كل اللي مرقنا فيه، بعدنا هيك متكافلين متضامنين، بتشوف الجار بيساعد جاره، الشخص بيوقف حد الشخص الاخر لانه كلنا خاضعين لنفس الظروف بصرف النظر عن الدين والمعتقد والثقافه و و و هون سؤالي لحضرتك، قديش الناس قادرين يساعدوا بعضهم البعض؟ وفي عنا شغلة نحن أوقات ما منقوم خوفا من الخوف وخوفا من الفشل، قديه الخوف بيلعب دور بحياتنا أنه نضل مكانك راوح ولا تقدم يذكر على أي صعيد؟ المساندة تأتي بالقوة والنعمة لإلي، إذا أنا ساعدت غيري أنا بتنشط، فيها سحر عجيب عن جد، فيها مردود رائع. التضامن يقوي اللي أنا عم بسانده ولكن يقويني بشكل مباشر ومفيد جدا. فالناس اللي هي أنانية تختبر كل أنواع الأوجاع وما بتستفيد. الوقت الإنسان اللي بيساعد غيره هو شخصيا بيختبر الانتصار والقوة، ومجتمعنا في كتير من هيدا، في كتير ناس. وقال لك أنت كيف مفكرة نحن مهديين؟ نحن ما عندنا شبكة ضمان اجتماعي رسمي قوي، يعني ضعيفة، موجودة ضعيفة جدا. نحن اللي صحيح مخلينا هو مساندة بعضنا لبعض، الأهل، الجيران، الأصدقاء. هلأ طبعا في ناس الشياطين عندنا بياخدوا ما بيعطوا، بيقهروا العالم، صح أكيد موجودين، ولكن الناس اللي مساندين بعضهم البعض وأمر عجيب. الناس أنا عندي كم واحد بتطلع عليهم، بعرف مثلا طبيب اسنان هو ومرته بيشيلوا من مصرياتهم وبيعملوا اعاشه، بعرف صديق تاني كمان طبيب هو ومرته بروح لعندهم على البيت، فكر حالي بديبو محل حبوب، كيس كيس، مرته كل النهار عم بتعبي وتشتغل ويوزع من مصرياته. فبعرف كتير ناس يلي بيجوا بيتطوعوا بيقولوا خي نحن حابين نعطي، حابين نخدم، حابين نوصل الاغراض. يعني في واحد بس بيقول لك أنا بحب أوصل، أنا بحب أشتغل. فلولا هذا التضامن الناس بتروح البركة من حياة الناس. الله حط هذا الأمر، الشعور الأخوي والإنساني. طبعا الشيطان بهذه الأيام عم بينزع كل روح إنسانية، وهذا التهشيم الشرير الحاصل قدامنا هو عمل شيطاني بارز وقوي. هيك إبليس، هيك إبليس. ولكن نحن بده يكون عندنا خيار، هل بدنا نكون إلى جانبه أم إلى جانب ربنا؟ وأنا بحب شجع الناس يضلون على المكان الآمن، على الجهة الآمنة عند ربنا. وبيجي وقت إذا هن احتاجوا بيلاقوا حدهم الناس وبيكتشفوا قديش نعمة ربنا كبيرة بحياة الإنسان. أنا ما زلت مؤمن، مع إنه بآمن إنه الإنسان بيولد خاطئ، بس بآمن بالنعمة العامة. حتى أشر الخطاط أحيانا تستيقظ فيهم روح إنسانية، فنحن بدنا نصلي لهالنعمة العامة تستيقظ أكثر في بلادنا في هيدا الزمن يلي كان إبليس فات على العالم. وعدد الناس اللي عندنا متجاوبين مع إبليس كثير كبير. أنا متأسف للأسف بهاي الفترة شفنا إنه عدد المشيطنين، مش إنه نحن عم نشيطنهم، اللي هن شيطنوا حالهم وكانوا ادوات بايد ابليس كثير كتار. يعني شوف الميديا، صار لنا سنه ونص قاذورات ترمى علينا من السوشيال ميديا ومن الاعلام، شتائم شتائم، تحطيم في الذات اللبنانيه، في الانسان، في القيم، في العائله، في المجتمع، حتى ما يعود عندنا ثقه ببعضنا البعض. طيب شو بدهم هول؟ هول شو رسالتهم؟ انهم يعني عم بيشخصوا شو؟
او اللي مش قادرين يعملوا تغيير. اللي بيقدر يعمل تغيير اللي بيشوف الخطأ بس بيقدم وصفه او بيقوم وبيشتغل وبيحفظ لسانه من الاساءات، هيدي بغايه الاهميه. انا مني بقى واثق ابدا ابدا بالمطلق بهول الناس اللي قاعدين يرموا علينا نظريات ليل نهار وهن لسانهم بس مثل المنساس حتى يقهروا بالعالم. انا نعم. بامن بالعمل الصامت يلي فيه نعمه وفيه ايجابيه وفيه روح طيبه، يلي هولي بركه ربنا بين الناس، وهولي موجودين بكل الطوائف بكل المجتمعات بكل الاحياء موجودين، هولي بركه ربنا في هيدا البلد. نعم، أنا نائب الدكتور الأسيس إدغار طرابلسي عبر تطبيق سكايب، أنا بدي أشكر حضورك معنا، وإن شاء الله يا رب على وجهك هيك يكون في بداية جديدة لإلنا ولإلك وللبنان. بإذن الله في بداية جديدة، خلي كل واحد منا يعاهد ربه على بداية جديدة وبيكون يا رب في عنا بداية جديدة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا أسيس، أهلا وسهلا فيك. أصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم رحلة يومنا الجديد إذا الله راد، مباشرة على الهواء لتمام الساعة 11:30، ولكن من بعد ما نطير إلى فاصل إعلاني ونواصل.